انتم تسمعوا في 90 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل، شكرا لكم على المتابعة. حوارنا باش يكون عبر الهاتف مع العميد ابراهيم بودربالة. مرحبا بك سيد العميد. اهلا وسهلا، مرحبا بك وشكرا للاستضافة. يعيشك، شكرا. انت السيد العميد رئيس اللجنة الاستشارية الاقتصادية والاجتماعية اللي خرجت منها مسودة الدستور اللي اتقدمت الى رئيس الجمهورية. فما اسئلة طرحت برشا الاسبوع هذا يا سيد العميد، وماذا بينا لو كان معناها نعولوا على رحابة صدرك انك تجاوبنا عليهم بكل هكا صراحة واريحية. مسودة الدستور سيد العميد، هل ستنشر كما وعد بذلك صادق بالعيد؟ كي ترجع للمرسوم، السيد صادق بالعيد، العميد صادق بالعيد قدم يوم الاثنين المسودة، وكنت اطلعت عليها 10 دقائق قبل تسليمها الى سيد رئيس الجمهورية. وما اقوله بالنسبة للمسودة ان شاء الله تكون يعني فعلا في مستوى التطلعات التي يعني أردناها أن تكون مضمنة بأحكام الدستور. المرسوم يقول أن رئيس الجمهورية يأذن بنشرها، وبالتالي يعني نتمنى أن يأذن سيد الرئيس يعني بنشر المسودة لكي يطلع يعني الشعب التونسي على العمل الذي قامت به اللجنة الوطنية التي أسندت إليها مهمة إعداد مسودة الدستور. واضح، دونك رئيس الجمهورية هو الذي يجب أن يأذن بنشر المسودة كما يقول ذلك المرسوم. سيد العميد، قلت اطلعت عليها 10 دقائق قبل تسليمها لرئيس الجمهورية، ايش معناها اطلعت عليها 10 دقائق؟ معناها المضمون النهائي يعني قريته نهارتها؟ يعني الصيغة النهائية، أو أنا شاركت في الأعداد وشاركت يعني في خاصة في الجانب الاقتصادي والاجتماعي في مناقشة الأحكام والفصول. هناك بطبيعة حال اللجنة القانونية التي قامت بالمهمة الموكولة إليها، لكن الصيغة النهائية قبل توجيهها إلى السيد رئيس الجمهورية اطلعت عليها يعني 10 دقائق قبل تسليمها للسيد رئيس الجمهورية. يعني بمجرد أن نهيت الاطلاع عليها انتقل السيد العميد صادق بالعيد إلى مقر رئيس الجمهورية وسلم النسخة، بحيث يعني شكون كتبها سيد العميد؟ شكون كتبها؟ معناها من كتبها؟ يعني هما اللي شاركوا في الصياغة العديد من الشخصيات يعني القانونية والشخصيات الاقتصادية والشخصيات الاجتماعية، وكانت يعني للتحرير يعني للنهاية يعني خذا مراحل، وفي النهاية يعني وقعت المصادقة على النسخة الختامية التي يعني وقع تقديمها. يعني اللي شاركوا في الأعداد وشاركوا في الكتابة يعني العديد من رجال الاقتصاد، سي راضي المدب، سي أحمد الفريعة، سي هاشم علي، سي هشام اللومي نائب رئيس اتحاد الصناعة والتجارة، وغيرهم من الأسماء اللي ربما يعني لو كان ننسى واحد منهم تكون مشكلة. لا مش هذا سيد العميد، مش هذا المشكل، وما فماش مشكل أساسا، ولكن احنا نحاولوا أن نفهموا التمشي اللي صار في علاقة باللجنة هذية. أعضاء لجنة الحوار لم يحصلوا على نسخة من مسودة الدستور ولم يطلعوا عليها، دونك دورهم كان فريمون استشاري، ثم بعد ذلك الحصيلة أو العمل النهائي الذي قدم لرئيس الجمهورية، الناس اللي ساهمت في صياغة هذه المسودة لم تطلع على العمل النهائي. لماذا سيد العميد؟ لا احنا شاركنا يعني كل من موقعه شاركنا في الأعداد. بطبيعة الحال النسخة النهائية رأي المنسق اللجنة الوطنية ورئيس اللجنة الوطنية العميد صادق بالعيد هو اللي يعني تولى التجميع بطبيعة الحال، ويعني ما جمع هو ضمن المسودة التي قدمت إلى رئيس الجمهورية. وبالتالي فإن العمل هو عمل مشترك، مش عمل فردي، هو عمل قاموا به عديد الشخصيات. بطبيعة الحال الدستور فيه حوالي 140 فصل، فيه 11 باب، كل يعني مختص في باب من الأبواب، وكل يعني ساهم في إعداده. المحاصلة النهائية و تجميع الأفكار بطبيعة الحال يعني تحتاج إلى تركيز وإلى تثبت، وبالتالي يعني توصلنا إلى نسخة نهائية يعني أنا شخصيا راضي عنها.
باهي برشا. السيد العميد، اللجنة الاستشارية الاقتصادية والاجتماعية هي اللي كانت اللجنة اللي التأمت وشفنا شكون المشاركين وكل اللجان الأخرى اللي وقع التنصيص عليها من قبل رئيس الجمهورية في المرسوم، ما نعرفوش إذا كانت لمت ولا لا واشتغلت ولا لا. هي سمى اللجنة، سمى اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة القانونية ولجنة الحوار التي تضم اللجنتين. إيه اللجنة القانونية وين يا سيد العميد؟ اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية اجتمعت. نعم. سمعت ثلاث اجتماعات. أربع أسابيع وتابعنا ذلك في وسائل الإعلام معك سيد العميد. نحكي على اللجنة الأخرى. استنى هاني باش نفسر لك، تنقز أنت النزلة الأخرى إلا ما تقرأوا المرسوم. المرسوم يقول اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لها أن تستعين بكفاءات في الناحية الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك يعني كانت اجتماعاتها مفتوحة. اللجنة القانونية هي لجنة يعني مغلقة، هي مقتصرة على السيد المنسق الوطني وعلى السادة العمداء ومديري المعاهد القانونية بطبيعة الحال، الذين يعني رفضوا المشاركة. تم خمسة عمداء وخمسة واحد، هذه يعني السيد المنسق العام وكيفية الاتصال بهم وما إلى ذلك. هذه تعرف اللي تو الاتصالات يعني أصبحت يعني سهلة ياسر، وأخذ رأيهم وأعدادهم. هذه كيفاش اجتمعت؟ هل هم اجتمعوا عن بعد، أم اجتمعوا على في يعني بواسطة يعني السكايب وما إلى ذلك؟ هذه مسألة ثانوية، لكن الشيء ثابت أنه قال اجتماع. وربما هنا تقول لي هل شاركوا كلهم أم شارك البعض منهم؟ هذا سؤال وجيه. أما أنه لطريقة الاجتماع وحضورهم، هذه مسألة تخص اللجنة الأكثر والأقل. المهم أنه الاجتماع الأخير ضم اللجنة الوطنية. اللجنة الوطنية حضروا لنا الاجتماع ذاك ما يزيد على 50 شخصية، وهي التي يعني تقريبا حوصلت كل الأفكار التي وقع يعني تجميعها. والتحرير استغرق يعني المدة الفاصلة، لأنه التحرير كان بحسب يعني الأبواب التي تضمنها الدستور. واضح. السيد العميد بودربيلة، اطلعت على المسودة وقلت أنت راضي على ما ورد فيها. في الباب الاقتصادي والاجتماعي رينا بعض التسريبات التي لم يتم تأكيدها، لأنه احنا معنا حتى فكرة على المسودة متاع الدستور اللي هنستناه باش نشوفوا بعض الملامح، ولكن هل يمكن أن تؤكد لنا السيد العميد أنه الباب الاقتصادي سيكون أول باب في هذا الدستور؟ فعلا الباب المسودة التي قدمت تضمنت أن الباب الأول هو الباب الاقتصادي والاجتماعي قبل باب المبادئ العامة، بعد التوت أن القول الاقتصادي. لا، بعد التوت يا مباشرة الباب الأول هو الميدان الاقتصادي والاجتماعي. واضح. دونك هذايا تراو فيه أنه أولوية متاع الدستور المقبل الباب الاقتصادي والاجتماعي. هو الفكرة اللي جات عند اللجنة يعني، واللي كذا قالت شنو هي المشاكل متاع تونس. أولا بسلسلة البديهيات والثوابت، هذه حشمت في التوتية، هي الهوية وانتماء يعني المجتمع التونسي في أغلبيته للدين الإسلامي، هذه كلها حشمت في التوتية. ما يهم الآن المشكل هو المشكل الاقتصادي، لأن الوضعية الاقتصادية أصبحت منذرة بالخطر، وكذلك شكل النظام الذي وقع اختياره صلب الدستور 2014. ولذلك يعني بما أننا أولينا اهتمام يعني كبير مثل اقتصادية، أردنا أحداث يعني تغيير في الصورة التي تكتب بها الدساتير، واعتبار أن الأولوية في الدستور التونسي هي المسألة الاقتصادية والاجتماعية. ولذلك تضمنت يعني هذا الباب مبدأ هام، وهو تحرير المبادرة الاقتصادية، والاستثناء لا يكون إلا بنص قانوني. ثم أن الدولة لابد لها أن تلعب دورها الاجتماعي في لحاقة بالأطراف الهشة في المجتمع، وكذلك بالنسبة يعني لمسألة التداين. يعني وقع إدراج بن في أنه لا يجوز التداين إلا لبعث مشاريع اقتصادية، هذيك التداين قبل لك ياخذوا دين باش يخلصوا به مرتبات وما إلى ذلك، هذه أصبحت ممنوعة بالدستور. ثم
أنه وقع تدعيم يعني تأكيد على مكتسبات المرأة ويعني تدعيم مكانتها، وأنه الدولة تعمل على القضاء على كل أشكال الميز بين المرأة والرجل، ثم أن تعمل الدولة كذلك على قرار مبدأ التناصف في المسؤوليات، والدولة تهتم يعني كما قلت يعني باهتمام خاص بذوي الإعاقة والاحتياجات الخصوصية هذه في المسألة الاجتماعية، بحيث أن الدور التعديلي في الاقتصاد والدور الإحاطة الاجتماعية هذه مضمونة. كذلك وقع التنفيس على أن الاقتصاد يرتكز على القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع التضامني، وأن يكون هناك تنافس إيجابي بينهم، أي أن يكون هناك تفاعل قصد إنماء الثروة. واضح به سيد العميد، هذه الملامح الكل تحيلنا إلى عديد من الأنظمة أو الأمثلة أو الموديل إيكونوميك. احنا سمعنا أنه صار نقاش داخل اللجنة متاعكم حول دور الدولة بالضبط كيفاش بيش يكون، دونك تعتقد أنه تم تحديد هذا الدور؟ وقلنا أنا قررنا بوجود تعايش الأنظمة الثلاث، القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الاقتصاد التضامني، وأن يقع التفاعل بين القطاعات الثلاثة على أساس يعني تحقيق يعني مسارات إيجابية بالنسبة للناحية الاقتصادية، وممكن أن نفتح مجال التعاون بين هذه القطاعات لما فيه خير المؤسسات ولما فيه خير القطاعات الثلاثة. النظام السياسي يا سيد العميد بالسور يحط المبدأ العام، نعم، ومن بعد التفاصيل هذه من بعد باش يجي في القوانين اكيد في القوانين بعد يعني انتخاب يعني مجلس النواب. واضح، مجلس النواب اللي دوره سيكون تشريعي بحت وسيكون بغرفتين سيد العميد. المجلس النواب يعني باش يكون يعني يقوم بالوظيفة التشريعية ويقوم بدوره في ممارسة المراقبة والمساءلة، وبالتالي نحقق التوازن بين يعني السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، على أنه وقع الأحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأضيفت له كلمة البيئي نظرا لكون البيئة أصبحت يعني الشغل الشاغل لكل بلدان العالم تقريبا. فالمجلس هذا يعني لازم نقوله أحياء المجلس الاقتصادي والاجتماعي القديم ولكن بصيغة جديدة، ثم أنه يعني هذا المجلس يضم مجالس الجهوية بحسب يعني الجهات يعني، وسيكون دور هذه المجالس بطبيعة الحال يكون دورها الاقتراح والمتابعة ويعني حث الحكومة على تنفيذ البرامج وما إلى ذلك، يعني لهنا باش نحقق يعني وهذا كله من الناحية الاقتصادية والاجتماعية. واضح. عميد قلت السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، يظهلي بعد المسودة متاع الدستور والدستور شتولي اسمها الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية، هذا حسب كلام رئيس الجمهورية. لأنه اللجنة كان فكرها أنه صار هناك مسألتان لابد من الاهتمام بهما، أولا الدولة يجب الرجاع الاعتبار للدولة، يعني كل المؤسسات من رئاسة الجمهورية من الحكومة من البرلمان من كلهم وظائف في خدمة الدولة، لازم أن يشعر كل فرد وأنه النحي مفهوم السلطة والتسلط وما إلى ذلك، لا هو يقوم بوظيفة حسب القانون خدمة للدولة. ومن جهة ثانية الشعب، يعني الدولة هي موجودة يعني لخدمة الشعب، وبالتالي يعني الشعب لابد له أن يمارس دور المراقبة ودور يعني المساءلة والمشاركة. كيفاش الشعب باش يمارس دوره في المراقبة وكل من خلال المجالس هذه مجالس يعني المجلس النواب وكذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وبطبيعة الحال يعني بقية المنظمات اللي باش ينظم قانون، منظمات المجتمع المدني، الأحزاب السياسية، هذه كلها يعني هي الأدوات التي يعني الشعب سيمارس بها يعني رقابته واقتراحاته وكل ما من شأنه أن يحقق الصالح العام. المجلس التشريعي سيد العميد كيف يمارس الرقابة وعلى من سيراقب؟ على العمل الحكومة. أيوة. إذا يمارس هذا دوره شيء طبيعي، ما هو حضور مجلس تشريعي لماذا؟ هو بيقترح القوانين
هي الحكومه يعني او ربما اعضاء النواب يعني يقوموا باقتراح قوانين وهم باش يصادقوا على القوانين او يرفضوها، كذلك بالنسبه للمعاهدات، كذلك بالنسبه للديون، باقي ديما المجلس التشريعي هو الذي يصادق عليه. اي دونك التشريع ستكون وظيفته التشريع. التشريع أسأل القوانين، لا خاطر قلت لي دور رقابي، دور رقابي على هيئة حكومية على المساءلة. نعم سيد العميد، شنو قلت لي؟ اي بطبيعة الحال ممكن له هو ان يوجه يعني أسئلة استباحية او أسئلة يعني لوزير او للحكومة يعني كذا، كذلك يمكن له ان يستوجب يعني احد اعضاء الحكومة او الحكومة باكملها. في هذه الحالة هذا هو دور الرقابة ودور المساعدة، هذا ما لا شك فيه، وبالتالي يعني في إطار عمله التشريعي هذا الكل. سمعنا العميد صادق بالعيد يتحدث على نظام سياسي تونسي تونسي سي بودربالة، لو كنت نجم تفسر لنا أكثر، احنا خاطر في بالنا ماشيين في نظام رئاسي وبرلمان قلت لنا بغرفتين يمارس دور تشريعي، بدينا نفهم شوية الملامح، ولكن النظام السياسي كيفاش تونسي؟ لا، هو العميد صادق بالعيد حب يقول وأنه هذا الدستور وقع إعداده من طرف يعني أطراف تونسية بحتة، ولم يكن لعمل اللجنة الوطنية أي تأثير يعني من خارج البلاد التونسية، هذا كله واضح. يعني احنا بالنسبة لنا من شارك في التفكير وفي النقاش وفي الإعداد كلهم تونسيون وتحملوا مسؤوليات ولهم كفاءات أكاديمية وكفاءات سياسية واقتصادية واجتماعية. لا، هذا في علاقة بصياغة الدستور، لكن النظام السياسي اللي هو باش يكون مضمن في الدستور الذي سيحدد مهام رئيس الجمهورية اللي على ما يبدو هو الذي سيشرف على كل شيء، هو باش يكون أعلى السلطات. لا 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 لا، هو كيفاش تونسي نظام سياسي؟ احنا تفدينا يعني ما وقع قراره في سنة 2014 من أنه سلطة تنفيذية لها رأسان، يعني رئيس جمهورية ورئيس حكومة، وكل يعني ينازع في صلاحيات الآخر. احنا لنا المسؤول عن تكوين الحكومة هو رئيس الجمهورية، وهو مسؤول على نجاحها وعلى فشلها، مش كما قبل كانت أحزاب تشارك في الحكومة وعند الفشل تقول لا أنا لا أتحمل مسؤولية الفشل. هذه المسألة أصبحت محسومة. هناك رئيس دولة، رئيس رأس السلطة التنفيذية، هو الذي يعين الحكومة وهي مسؤولة أمامه، وهو مسؤول بدوره عن نجاحها وعن فشلها، مش كل واحد من بعد يجي يقول لك لا ما كنتش أنا نحكم ولا مايش من صلاحيتي. دونك المسؤوليه متبادله بين رئيس الجمهوريه والحكومه، هو اللي يشرف على كل شيء. لهنا نعاود نرجع لك للسؤال، خاطر في علاقه بترابط الوظائف هذوما هكا، ولينا نقولوا الوظائف توا على خاطر باش نقولوا السلطات. سيد العميد، ترابط السلطات، باقي سامحني اعذرني ما فهمتش شنو دور المجلس التشريعي في الموضوع، طالما انه رئيس الجمهوريه هو الذي يكون الحكومه، هو الذي يشرف على اعمالها، هو يحاسبها، هو يمكن له ان يعزل رئيس الحكومه اذا كان ما كانش في المستوى. المجلس التشريعي لهنا اين دور الرقابي، وكيفاش الشعب سيمارس السلطه او السياده اللي هي توا معناها نورمالمون اترافيغ الدور الرقابي، دور الهيئات المساءله، حتى الهيئات يظهرلي ما باش يكونوا من بعد يقرروا من رئيس الجمهوريه على ما يبدو. لا 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 لا، مش صحيح، ثم هيئات دستوريه تبرز الوجود، ويعني هذاك علاش يعني ربما تساؤلات مشروعه في هذه المرحله. اذا كانت تطلعوا على النسخه النهائيه وقتها ستتضح الرؤيه بصوره واضحه. ولا صحة لما يقال وأن كل شيء جمع بيد رئيس الجمهورية، بالعكس هو يعني هذا الدستور جعل حدد المسؤوليات، ويعني هكا الضبابية اللي كانت موجودة وكنت أرجح وكذا كل واحد إلا ما تشاوروني لا لا لا، ثم شخص وقع اختياره، إذا كان وقع اختياره يتحمل مسؤوليته في النجاح والفشل، مش كل خطوه نقعدوا لا اجا ما تشاوروني، ايش فاز يشاوروك؟ هذه مصلحه شعب كامل. تحكي على المجلس هنا. مصلحه وطن. اي. مصلحه وطن، الاستشاره تكون الاستشاره واضحه، مش من بعد يعني تعطى راي ذبابي وباش لكي يقع الافلات من المسؤوليه. واضح. شكرا لك سيد العميد، يعطيك الصحة على التوضيحات هذوما الكل. دونك أنت تعتقد أنه باش نستناو يظهر لي النسخة النهائية، لن يقع نشر المسودة على ما يبدو.
مستني نهار 30 كان انا نتحدث من خلال المرسوم. المرسوم يقول انه اللجنه يعني تقدم. أي انت شنو تفضل عميد بودربيله، انت بالنسبه لك شنو تفضل في اطار انه الراي العام والشعب يمارس السلطه نتاعو وقراءه لاعمال اللجنه نتاعكم، والا ترى انه هذا يمكن ان يحدث بلبله وهكا نشوفوا النسخه اللي باش تعرض للاستفتاء، شنو تفضل؟ لا 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 بالعكس، احنا هو النسخه النهائيه يعني ستقدم للشعب يوم 30 في الاقصاء يوم 30 جوان، ما لا نستناو نهار 30 طلع على النسخه دي. ومن له السلطه التقريريه؟ اللجنه ما عندها سلطه تقريريه، هي عندها سلطه استشاريه. السلطه التقريريه من الناحية القانونية هو رئيس الجمهورية، هو صاحب المبادرة الذي سيقدم مشروع الدستور للشعب وستقع دراسته والاطلاع عليه والتدقيق يعني في كل جزئياته، وبطبيعة الحال يعني هنا الشعب سوف يصوت لصالح الدستور، أما أنه سيرفض هذا المشروع لا أكثر ولا أقل. شكرا لك، ميرسي بوكو، يعطيك الصحة سيد بودربيلة، سيد العميد رئيس اللجنة الاستشارية الاقتصادية والاجتماعية. ميرسي بوكو لكم الكل، إن شاء الله كنا حاولنا ناخذ بعض التوضيحات في علاقة بملامح مسوى الدستور اللي أكد لنا العميد بودربيلة أنه رئيس الجمهورية هو الذي يأذن بنشر هذه، إجابة على جميع التساؤلات اللي طرحناها الأسبوع هذا. ميرسي بوكو الناس الكل، بون ويكاند، يلا باي باي.